أنت واعظا في الماضي؟ لا مطلقا. غريب، مع أني أسمع مواعظك منذ اللحظة الأولى. إنها مفيدة أحيانا. صحيح، فعلا فعلا أنت على حق، لأني في أثناء كل هذا الكلام فكرت في أمور كثيرة. يسرني أنك فكرت. أعتقد أن الفكرة الأنسب هي هذه. أي فكرة؟ ولكن أليخاندرا عزيزتي، من الجنون أن تأخذا رمادة آلة تشيلو إلى البحر، هذا ليس منطقيا. كرمى لغوستافو أمي. ليس منطقيا أليخاندرا، لكنه سوف يفعل ذلك على أي حال، وأنا سوف أرافقه طبعا. إلى أين؟ سأخبره بأننا سنأخذ سيارتك. افعلوا شيئا أرجوكم، هيا تحركوا. لا داعي لهذه العصبية، انتظر بضع دقائق لن يصيبه مكروه. تفهم مريم أرجوك، يكفي أن لويزا فرناندا معه بمفردها ليصبح كل شيء ممكنا. رودولفو، ارتدي ملابسك على الفور. اتركني، ابتعد عني، ساعدوني أرجوكم، ساعدوني بفضلكم. يبدو أن هناك أحد ما معالكم في المصعد. لويزا فرناندا. رودولفو، إنها لويزا فرناندا، هذا صوته أنا متأكد. وأخيرا لقد أتى. لو نشب حريق لكنا تحولنا الآن إلى رماد. وأنصحك بأن تنزح أيضا. اتركني وشأني وإلا ستندمي. أهددك. أريد الذهاب معك، ولكن لدي عمل كثير في الفرن. أنا أشكرك على أي حال، سأتصل بك من هناك. حسنا غوستافو، إلى اللقاء. ألن يأتي صديقك معنا؟ لا. حسنا تفضل، سأوصلكما. أمي شكرا لك. حسناً، أنت الفائزة خوانيتا. ماذا؟ ولكن لا ألعب اليناصير. سأبقى لتناول الغداء مع ابنتي. ومن يدري إن كانت ستأتي. سأتصل بها بالهاتف الخلوي وأدعوها للغداء مع أفضل أب طبعاً في الكون. إن كنت أفضلهم إغناسيو، فماذا تركت لأسوأهم؟ حسناً، ماذا تريدين أن تقولي لي؟ إنك ستواجه مشاكل كبيرة؟ عندما يفتح باب المصعد، وربما تكون أكبر مشاكل حياتك. ابتعدا قليلا، سوف نحطم الباب. أنستي أرجو أن ترتدي ملابسك، لأنهم سيفتحون الباب. النجدة، أنجدوني أرجوكم، أتوسل إليكم، ساعدوني، إنه يحاول الاعتداء علي. النجدة أرجوكم، ابتعد عني، كفى، ابتعد عني. إنك تمزق ثيابي. أريد أن أريك شيئا. أرجوك أجليه اليوم الغد، فأنا متعبة. ولكن حسنا، غدا ستكفي هذه الصورة لكي تحل كل المشاكل التي حصلت. والدليل آلة غوستافو. أليخاندرا، هيا حبيبتي، لست على ما يرام. بما تفكرين؟ في غوستافو، أعتقد أني أسأت إليه. يفاجئني أن تشفقي على أحد. لا أصدق ما أسمع. لا أعلم كيف تستطيعين القيام بكل هذه الحماقات، كتحطيم السيارة والآلة الموسيقية والعدو كالمجنونة في ممرات الجامعة، بالإضافة إلى الإغلاق على نفسك داخل المصعد. فوت جزءا مهما من الموضوع. أما أنك نسيت القبلة؟ هل أنت بخير؟ لا، أنا أشعر بالتوعك للمرة الأولى. هل أتوقف قليلا؟ لا تسألني شيئا الآن أرجوك. وكيف أنسى؟
المشكلة هي أن سائق والدي ذهب لزيارة الطبيب ولا يستطيع المجيء لأخذي، فارتأيت أن أطلب منك أن تقليني ليس إلى المنزل ولكن إلى المحطة على الأقل. لديك مبررات جديدة دوما. أريد أن أعرف متى ستكفين عن الطلب، مع أنني لم أطلب منك أن تقليني منذ فترة طويلة. أنا متأسفة، لن أقلك. تحدثي إلى والدك علّه يشتري سيارة لابنته المدللة، لعلها تكف عن الطلب. هل تريد أن أقدم إليك الطعام؟ شكرا، تعرفين لا أحب تناول الطعام وحدي. سوف تنتظر؟ نعم، ولكن سأتناول بعض المقبلات خوانيتا. يمكنك إحضارها بنفسك لأنني لا أريد أن أحضر شيئا إغناسيو. يبدو أنك أصبت بدوار. أنا في حالة مزرية. نستطيع التوقف في مكان قريب لأحضر الثلج وأضعه على رأسك إن أردت. لا أشعر بإرهاق جسدي ميغال. لا أفهم ما بك إذن. صدقني أجهل السبب رودولفو، فهذه الفتاة تكرهني ولم أفعل شيئا لأستحق هذا الكره. لابد من أن شيئا ما قد حدث. لا حبيبي، لم يحدث شيء، لقد بذلت كل ما بوسعي لكي أعرفها ولكن بلا جدوى. لا يسعني أن أصدق كل ما جرى، إنها فتاة مجنونة. هذا صحيح، ولا يمكن لأحد أن يتهمها بأي مرض عقلي، لأني أعرف تمام المعرفة أنها ذكية وأنها تنجح لدى باقي الأساتذة في جميع المواد، لهذا أظنها مجرد فتاة مدللة تحب العناد. لا أستطيع إيقاف الشرب. أكدت لي في المرة الأخيرة أنك لن تعاود الشرب على الأقل في المنزل. ولكن هذا لا يعد شربا. شربت نصف قنينة؟ ولكن الواقع ما زلت على ما يرام، لم أسرف في الشرب أبدا أخوانيتا. انظري انظري إلى الكأس، هي فارغة. أترين؟ أمامك سأضع الكأس هنا، أنا بانتظار ابنتي. أنت وضعك ميؤوس من طالبة في الجامعة. عن طالبة في مقتبل العمر. نعم، مقتبل العمر، فهمت، لأن المعلمات أكبر سنا من الطالبات، أليس كذلك؟ أعني أريد فقط أن أوضح لكما، لا يمكن اعتبار أليسا شابة صغيرة لأنها امرأة في مرحلة متقدمة من النضوج. طبعا سأسألك سيدتي، هل تفضلين لابنك خطيبة أصغر مني سنا؟ ألو أليخاندرا، نحن على الطريق، لكن لا تذكري شيئا لجوستافو. لا طبعا لا. فهو مستاء جدا منك، ثم أريد أن تعالجي هذا الموضوع معه. حسنا، لا بأس. هل ستشعرين بتحسن إن اعتذرت منه؟ لست أدري في هذه اللحظة ما أريد وما لا أريد. ذاك الرجل أربك دماغي. من هو؟ خطيب الأستاذة إليسيا؟ لا تكترثي لما تقوله أمي. لا رودولفو، أريد جوابا من أمك. إذا سيدتي، تفضلين فتاة أصغر مني سنا لرودولفو؟ حسنا، سأجيبك بصراحة، الحقيقة أن العمر لا يعني لي شيئا. أعتقد أن للمرأة فضائل أخرى أكثر أهمية من فارق السن. وهل تظنين أني أتمتع بهذه الفضائل مثلا؟ وما أدراني أنا، مع أني عشت كثيرا وأعرف الكثير عن الحياة، ولا يمكن لأحد أن يخدعني بالكلام المعسول أبدا. لكني لا أفهم ما تعنينه. حسنا، إن كنت لا تدركين ما إذا كانت لديك الفضائل التي تجعلك جديرة بابني، كيف تطلبين مني أنا أن أعرف تلك الفضائل أليسيا؟ أظن أني لم أحرك فيه أي مشاعر عندما شاهدني نصف عارية. لا أصدق، يستحيل على أي رجل أن يظل متماسكا حين يراك بهذا المظهر. إلا هو، لأنه كان خائفا منك. لا، هذا رجل عديم الإحساس. ماذا تريدين، أن يعجب بجمالك؟ أتريدين منه أن يفقد صوابه؟ ما الأمر؟ ألم يعجبك الطعام؟ طعامك شهي ولكني فقدت الشهية. لماذا؟
هل أنت مريضة؟ رودولفو، سأذهب إلى المنزل لأستريح. سأرافقك. من فضلك. رودولفو، رودولفو بني، إلى أين تذهب وقد عدت للتو؟ رودولفو، قد تكون مصابا بالزكام. أمي، سأذهب مع أليسيا وانتهى. هيا رودولفو. أريد جوابا. ماذا تريدين؟ أردت أن يفتن بك؟ أي أنك نزعت ملابسك بهدف إغرائه إذا؟ يمكن أن تفكر فيما تشاء ميغيل أنريكي، وإن كان هذا لا يعجبك سننهي الأمور هنا. وجد لنفسك حمقاء تحتمل الغير وعدم الثقة بها. أنستي، أنستي، أحضرت لك بعض القهوة. كنت أعرف أن السائق لم يصل بعد. ولم يمر أحد ليأخذني معه. إنها ساخنة، لا تقلقي. انظري، هناك سيارة آتية، سأتكلم مع السائق. هاي، اسمع، توقف، توقف. غريب، هذه السيارة ليست من الجامعة. أرجوك إلهي، لا أريد أي مفاجأة. هذا لا يخص. لماذا نتجادل إذن؟ ما الذي يحدث بيننا؟ هل يعجبك الأستاذ أم لا يعجبك؟ سواء أعجبني أم لا، فتلك مسألة تخصني. وإن كنت ستستمر على هذه الحال، أفضل أن أترجل من السيارة. فهلا سأترجل منها؟ أتريدني أن أرحل ميغيل أنريكي؟ سأطلب منها المجيء وسأفتح الباب. هي أنستي، سيوصلك إلى حيث تريدين. رائع. تفضلي. شكرا. إلى اللقاء. مرحبا. إلى أين أصلت؟ إلى السماء إن شاء. ماذا قلت؟ أعني سأنزل على الطريق العام رجاء. دعي، دعي كل شيء مكانه فقد تعود. لا تأمل كثيرا. ما من شيء أسرع من تناول الطعام وحدي. هذا ما سيحصل لك عزيزي حين تعد ابنتك بأنك ستأكل معها وهي تنتظرك، ليس لمرة واحدة أو لمرتين، بل طوال حياة ابنتي لويزا المسكينة. هل تفهم؟ ها هو. حسنا، يجب أن أستجمع شجاعتي وأعترف لجوستافو. ستحدث مشكلة كبيرة لأنه لن يرضى بذلك، وأنا سأضطر أن أدافع عنك. لن تفعل شيئا ميغيل أنريكي، لأني سوف أكلمه على انفراد. افهم ما يحصل جوستافو، لأنك ببساطة إن ماذا يفعلان هنا؟ لويزا فرناندا تريد معالجة الموضوع معك، أنا أخبرتها عن مكاننا. ليس من السهل إدارة مكتب محاماة وتربية ابنات، خصوصا إن كان المرء بمفرده. إنه اختيارك إغناسيو. لا أبدا أخوانيتا، تدركين جيدا أنه لو كان الخيار يعود لي لكنت أبقيت والدة لويزا قرب ابنتها وعلى الدوام. لست أنا السبب مطلقا في ذلك. ولكن ليس هذا ما قصدته. كان بإمكانك أن تتزوج مجددا وتحضر أما صالحة لويزا فرناندا. لكن لم أقع في الحب من جديد. وماذا عن المرأة التي تتصل يوميا؟ إنها تتصل حبا بالبقاء، وهي تعرف كل ما أقوله جيدا. فعلا، فأنا لم أجد الوقت لتناول الغداء. ولكن وأنا أيضا لم أجد وقتا لتناول الغداء بعد. ما رأيك؟ حسنا، هيا بنا. أنا من حطم زجاج سيارة الأستاذ أليسيا وآلتك الموسيقية. لماذا؟ لأنك تفتقر إلى الموهبة الموسيقية وأنت تعرف ذلك. ماذا؟ لا تصلح لعزف الموسيقى جوستافو، لأنك لا تملك موهبة للوصول إلى ما تدعيه. أنت لا تصلح. ألم تصلها رسالتي بعد؟ أم أنها مستاءة مني؟ أم جعلتني أنتظر بغية الثأر لنفسها؟ هي لا تفكر هكذا. ابنتك تكن لك المودة، وهي تحبك أكثر من أي شيء في الدنيا. ولكن طبعها حاد. يحق لها الدفاع عن نفسها. لا داعي لذلك، فأنا على قيد الحياة. لا لا لا، يحق لك المجيء إلى هنا لكي تبرري قسوتك بقسوة أكبر منها لويزا.
من الأسهل علي أن ألجأ إلى الكذب. يمكنني أن أقول إني لا أعرف ماذا فعلت ولم أقصد هذا التصرف، ولكن لا أريد أن أكون صريحة معك. جميل جدا، وما هي الصراحة برأيك؟ تحطيم أحلامي كلها؟ صحيح، كي لا تستمر في خداع نفسك جوستافو. جوستافو أريدك أن ترى الواقع كما هو في الحقيقة. وما هو الواقع برأيك؟ قولي أرجوك. أنت لن تصبح موسيقيا كبيرا ولا حتى حاميا مشهورا. وماذا أيضا؟ لا أعلم، أنا لا أعلم صدقني، ولكن كف عن أداء دور الفتى الذي لا يجد من يتفهم حبه للموسيقى، وأعتذر عن أسلوبي، كنت قاسية على ما أظن. إن أمرك غريب جدا، لكن بما أنك تعرفين الكثير عني كما تدعين، بل تعرفين أكثر مني، أخبريني إذا ماذا سأفعل بحياتي؟ قولي، أقوم بالانتحار أم أقتلك؟